إذا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة بوزنيقة. متابعينا الكرام، هذا الشاب اللي قدامك في العمر ديالو 38 سنة، كيخدم حارس ليلي. متابعينا الكرام، فوقع عليه مشكل مع أحد الأشخاص، هو كيقوم بالواجب ديالو، تعرضوا ليه، ضربوه بسلاح أبيض المستوى الظهر ديالو. متابعينا الكرام، مستوى كذلك الوجه ديالو، قوموا معنا في الرسالة ديالو. متابعينا الكرام، السلام عليكم. السلام عليكم. قدم لي راسك وطيني المشكل ديالك. النبي رشيد من مدينه بوزنيقه. نعم. شنو عاودوا شنو وقعت الحادثه؟ المشكل. نهار وقعت الحادثه، سيدي انا كنت غادي للخدمه ديالي تقريبا مقاسه ديال 12 ديال الليل، انا على اساس الساعه الجديده ندخلوا مع السعر القديم. شنو الخدمه ديالك؟ انا حارس ليل في حد الاقامه تما. كنت غادي على مستوى حي نبيشات قرب قنطره السكه الحديد، تعرضوا لي واحد ربعه الاشخاص. جوج منهم تعتدوا علي بسلاح ابيض وبحجره، وفهمت على مستوى الراس ديالي، على مستوى الظهر ديالي، على مستوى الوجه ديالي. ضربوك ها كيف ما كيبان سيادتكم، انتم كتشوفوا على مستوى الوجه ديالي، على مستوى الظهر ديالي، راه كيف ما وضحت لك سيادتكم. تقدمت بشهاده طبيه. عندك شهاده طبيه؟ عندي شهاده طبيه كتثبت العجز ديالي 25 يوم، ومازال كنت باغي نمشي. قال لي الطبيب، قال لي سير دير شبكه على الراس باش تتاكد، مازال حيت باقي عندي ارتجاجات في الراس، مازال ما متابع مع الطبيب. جيت قدمت بالشكايه للمصلحه القضائيه، الشرطه القضائيه بوزنيقه، تلقيت بواحد الساعه من الليل بشهر كامل. ما كانش استجابه، اولها ما كانش استجابه فوريه في التدخل الجون، يقبل على القبض ديال الجونات، ما كان حتى شي حاجه. بقيت كنتسنى لحد الساعه، ما كاين حتى شي تدخل، ما كاين حتى شي، والجونات لحد الساعه باقا كيهدوني، وجيرانهم كيهدوني كيصيفطوا لي. اش كيقول لك التلفزيون؟ كيقول لي يا اما تنازل ليهم، يا اما غيولي تدخلات من الناس الكبار، ما غنبقاوش نخليو الدراري الصغار هما اللي يديروا، يعني كيتشجعوا على البلطجه. يعني الهضره تكبرات، الهضره ما تطورات لحد درجه اللي ما لا يحمد عقباه. حتى انا دابا وليت خايف على راسي، كنت غادي من هذيك الناحيه كنت خايف على راسي، يتعرضوا لي. متزوج، طلقت، وكان عندي جوج وليدات. انت مسؤول؟ انا مسؤول على ذوك الوليدات ومسؤول على الراس ديالي. انت كتشوف يعني انت محايد درويش بعد عليك. انا هذا تقريبا لا مشيتي تسول دابا بوزنيقه من لا ريجيون اللي كنت ساكن فيه، في حي نبيشات، حيت هذاك هو الاصل من بديت. نهار جينا من كازا سكنت في هذاك الوقت، هذوك الناس كيعرفوني لحد الساعه. انسان ماشي حتى محايد، انسان داخل سوق راسه وما عنده مشاكل، خاطيني بزاف الحوايج، كنريح بوحدي تنمشي بوحدي، وحتى المخزن عارفيني في على اساس ما كنبغيش المشاكل، حيت المشاكل حنا كنعرفوا العواقب ديال هذيك المشاكل، غادي تطور وغادي نوليو في شي حاجه اللي لا يحمد عقباه. ومن هذا المنبر هذا كنقدم تحيه، كنقدم واحد الرساله لجلاله وكيل الملك باش يشوف لي حق ديالي. من انا ما فهمتي، ما كنطالب حتى شي حاجه، وما كان ما راغب حتى شي حاجه من هذيك السلطه ولا من هذوك الناس ولا هذا. بالنسبه لهذا الحوار اللي داير دابا، انا راه ما كنهاجم به حتى شي واحد، انا كنطالب بحق مشروع اللي هو ياخذوا لي الحق ديالي، على اساس انا فين ما تندوز كنشوف هذوك الناس كاينين تماك، ودابا كيتعرضوا لي بتهديدات، ورجال الامن حنا كيتعرضوا لي فانا تقريبا دابا في اي لحظه كيقول لك دير تنازل، اي لحظه دابا كيغوت لي بنادم كيقول لك خوهم، قلت لي خوهم شفتي خوهم كاع نزل عندي على اساس باش نتفاوض انا وياه باش نترونزا باش نقدموا تنازل، ولكن خوهم فهمتي تراجع خوهم ولاو خارجين وحدين اخرين من الجيران ديالي، انا لا علاقه لي بالجيران. شنو كيقول لك الجيران؟ الجيران ديالو دابا كيهدوا فيا، كيقول لي يا اما غادي تنازل، يا اما غادي نطوروا الحوايج لشي حاجه اخرى، يا اما فما راه حاجه باينه. ما انا اللي كنتوقع دابا في بالي غادي يخرجوا يتعرضوا لي تماك، ولا غادي يكون غادي ما كيف ما وقع لي المره الاولى، غنكون غادي تيهبط علي شي واحد بشي حجره من الله، ولا ما تعرف شنو كاين. انا دابا كنت متخوف من من من, من هذيك الطريق، ولحد الساعه انا كنت عندي في البال ديالي انا غادي ما نبقاش خدام تما صراحه. تقريبا دابا 3 ايام كنفكر ما غادي نسمح في هذيك الخدمه، وقلت ها رب العمل ديالي، قلت له راه ما يمكنش لي نبقى غادي هنايا، وراه خايف على راسي. الام ديالي ولات خايفه عليا، اللي عندي اما انا خايف على راسي، عندي وليدات ديالك خايف لين تشرد يخليهم يتامى بوحديتهم. هاد الناس هادو ما عرفت شنو، الا كانت شي جهه مسؤوله تدخلنا في هذه القضيه هذه مرحبا، كانوا رجال الامن باغيين يقضيو الواجب ديالهم مرحبا. ان شاء الله رسالتك الناس الامن ووكيل الملك، رسالتي موجهه بالخصوص للوكيل جلاله الملك
بمدينه بن سليمان على اساس باش يتدخل لي في هذه القضيه هذه، حيت انا وليت مهدد. انسان تعرض للضرب والجرح جاي يقدم شكايه ديالو، من بعد منها كيولي في تهديدات وكيولي راه هادشي ما. اذا حنا في دوله الحق والقانون. كيهدك بالضبط؟ هادوك اللي ضربوك ولا شنو؟ كيهدوني الناس اللي جايين يعني من الناس اللي ساكنين حداهم. عندهم بحال كل مجبوكين تقريبا، هما حي سكني مجموعين، حيت هذاك مجموعه في كاين زنق التقدم زنق الحريه، مجموعه اربعه الزناقي تقريبا، مجموعين بحال فهمتي اخوه بعائله وحده، حيت انا كنت ساكن تما كنعرف العلاقات الاجتماعيه اللي كاينه تما. دان كل شيء دابا كيقول لك دير تنازل ولا غادي نطوروا العلاقه. هذوك ما باغيين يمشيو للحبس، ما باغيين يمشيو للحبس، ما يتعداوش على ولاد الناس. كلمه اخيره كنشكر شوف تي في على هذه الوقفه هذه، وكنشكر رجال الامن على التدخل ديالهم، ولكن كيبقى التدخل ما كافيش، وانا كنطالب بالحق ديالي المشروع. شكرا لك، تبارك الله عليك. اذا متابعينا الكرام، كنتم معنا في بث مباشر مباشرة من مدينة بوزنيقة إقليم بن سليمان.